رمضان كريم. الموسم المطري أو العام المطري لسنة 2018-2019 كان صراحة موسم صعب وقوي على عدد من الدول العربية. شفنا بحسب زي ما شفنا على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام مختلفة العديد من المناطق في الوطن العربي شهدت أمطار غزيرة والسيول وفيضانات، وهذا الأمر أدى إلى حدوث وفيات كبيرة خلال العام الماضي. حلقة اليوم رح نحكي عن دولة عربية تعرضت لسلسلة من الأمطار والفيضانات تحديدا في شهر نوفمبر من العام 2018. لما نحكي عن سيول وأمطار وفيضانات قوية أكيد رح نحكي في حلقتنا اليوم عن دولة الكويت. الكويت خلال عام 2018 تعرضت لسلسلة من الأمطار الغزيرة وبشكل مستمر بشكل تقريبا شبه أسبوعي، تعرضت لأحوال جوية استثنائية وهطول كميات كبيرة من الأمطار. ما بدي أحكي عن كل هاي الأمطار وكل هاي الحالات الجوية اللي أثرت على الكويت خلال العام الماضي، فقط راح أحكي عن حالة واحدة من هاي الأحوال الجوية واللي كانت تحديدا يوم 9 نوفمبر من العام 2018. بيوم 9 نوفمبر من العام 2018 تأثرت الكويت ومناطق شرق المملكة العربية السعودية بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي. سحب رعدية قوية تشكلت في مختلف المناطق أثرت بشكل رئيسي على الكويت. هطل خلال 6 ساعات ما يعادل 111 مليمتر من الأمطار خلال 6 ساعات فقط. هذا الرقم بيعني أنه الموسم المطري الكامل لمدينة الكويت هطل خلال 6 ساعات فقط، يعني المجموع الافتراضي للأمطار اللي يجب هطولها خلال عام كامل هطلت على الكويت فقط خلال 6 ساعات خلال يوم 9 نوفمبر من العام 2018. كمية الأمطار الكبيرة هاي أدت إلى تشكل سيول جارفة على الطرقات، أدت إلى إصابة 500 شخص بسبب هاي الأمطار الغزيرة وحدوث حالة وفاة واحدة بفعل الأمطار والسيول القوية اللي أثرت على الكويت. وأيضا بفعل هاي الأحوال الجوية تم تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الدولة، كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بالتعامل مع هاي الأمطار الغزيرة والسيول. وبحسب كبار السن في الكويت فإن هاي الأمطار اللي هطلت على الكويت خلال العام 2018-2019 لم تهطل منذ عشرات السنوات، وحتى بعض الأجداد بيحكوا إنها تقريبا من 60-70 سنة ما شهدت الكويت مثل هاي الأمطار. إذا كنتم من الأشخاص اللي عشتوا هاي التجربة وشفتوا الأمطار الغزيرة اللي حصلت في الكويت في عام 2018 ما تنسوا تشاركونا ذكرياتكم فيها عن طريق التعليقات في أسفل هذا الفيديو. سلام.